Your Excellency, معالي Mr. السيد غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، معالي السيد دكتور ويليام روتو رئيس دولة أو جمهورية كينيا، معالي رؤساء الدول والحكومات، الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الحاضرون هنا، معالي السيد موسى فقيه محمد رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، معالي السادة الوزراء الموقرون الحاضرون هنا، معالي دكتور مونيك إنسانزا باجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي المفوضين في مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومعالي السفراء وأعضاء اللجنة الدائمة الممثلة الحاضرون هنا، معالي رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، السادة الحضور، نتمنى لكم صباحا طيبا. إنه ليوم رائع هنا في مدينة نيروبي، المدينة التي تنبض بالخضار تحت أشعة الشمس، حيث ينعقد اجتماع الاتحاد الأفريقي منذ 13 من يوليو عام 2023. إنه من دواعي الفخر والسرور أن أعرض لكم برنامج الافتتاحية للقمة الخامسة لمنتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، والتي تنعقد اليوم 16 من يوليو عام 2023 في مجمع الاتحاد الأمم المتحدة في دولة كينيا. يلي ذلك الجلسة الدورة 43 التي تنعقد أيضا في شهر يوليو هنا في نيروبي. اليوم ينعقد هذا الاجتماع التنسيقي تحت شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام، تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة في أفريقيا، ومع استمرار الاتحاد الأفريقي في متابعة طموحه الإقليمية كما ورد في أجندة عام 2063. السيدة والسادة، برنامج اليوم سيكون كما يلي: أولاً سيكون لدينا بيان للسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، يليه أيضاً بيان معالي السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة. بعد ذلك لدينا كلمة لمعالي دكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا. يلي ذلك الكلمات الافتتاحية لمعالي السيد غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر والاتحاد الأفريقي، وبعد ذلك بعد الجلسة الافتتاحية سنأخذ الصورة الرسمية الجماعية. معالي السيدات والسادة، اسمحوا لي أن ألقي الضوء على أن هذا الاجتماع التنسيقي لديه مهمة أساسية، وهي تسريع عملية التكامل في أفريقيا والأخذ في الاعتبار تقارير الإصلاح في مؤسسات الاتحاد الأفريقي. ومن المتوقع أيضا أن يكون هنالك تقديم لمصفوفة العمل وشبكة العمل بين الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء والمؤسسات المختلفة في مختلف القطاعات. معالي السيدات والسادة، الآن حان وقت بدء الإجراءات دون مزيد من التأخير أو التعقيدات. أتمنى بمنتهى التواضع أن أطلب من معالي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ليلقي كلمته. تفضل معاليك.
and current chairman of the African Union. Your Excellency Dr. William Ruto, President of the رئيس جمهورية كينيا. معالي السادة رؤساء الحكومات والدول. معالي نائب الأمين العام. أختي السيدة أمينة محمد. معالي الرئيس التنفيذي للمجموعات الإقليمية الاقتصادية والآليات الإقليمية. معالي السيد محمد يوسوفو رائد الاتحاد الأفريقي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية والوزراء الموقرون، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسادة المفوضون، دكتور أديسنا رئيس بنك التنمية الأفريقي وبروفيسور أومانا رئيس البنك التنمية الأفريقي والرئيس النباد أيضا والمدير التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة، معالي الوزراء والسفراء والسادة المدعوون والسيدات والسادة. اسمحوا لي أولا أن أعرب عن خالص تحياتي وشكري لمعالي الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا وحكومته وشعب كينيا الشقيق لاستقبالهم الدافئ، بما في ذلك الظروف الجيدة التي قدمت لنا والتي تعرب عن مدى حفاوة الاستقبال والضيافة في كينيا. شكرا لكم. معالي السيدات والسادة، لقد تم ذلك في دولة النيجر. تم اليوم الجلسة تقوم بعقد جلستها الخامسة العادية، وهي تسمح لنا بأن نقوم بتحديد المستوى الذي قمنا به، وتحاول جاهدة أن نعمل بصورة كبيرة في الأمور القادمة، وأن نعرف بصورة كبيرة كيف يمكننا أن نقوم بالاندماج بصورة كبيرة. ونجب أيضا أن نحدد كيف يمكننا أن نقوم بالاندماج في القارة الإفريقية، ونحاول أن نعمل جاهدين لتعزيز الأمور الخاصة بنا، وذلك في الإطار الدولي، وذلك في خلال الفكرة الأساسية لكي نصل إلى الأفكار الأساسية في يومنا هذا بخصوص الاندماج في النظام الإقليمي. ونقوم ذلك من خلال المجموعات الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال الأجزاء الاقتصادية التي ليس بها صورة كبيرة من الاستقرار. واليوم التقرير يوضح جميع الأمور التي قمنا بها، ونقوم بمعرفة ما هي الإنجازات التي قمنا بها، وأيضا ذلك وفقا الأمور أو الأولويات اللازمة. وهذا التقرير يشرح بدقة كيف يمكن الاندماج بصورة كبيرة، وسوف يكون اندماجه مع الشخصيات والأمور القادمة التي سوف نندمج من خلالها، وذلك من خلال التقرير الذي واجهناه. وسوف نحاول جاهدين أن نسرع في منطقة التجارة الحرة، وذلك من خلال تحرير التجارة وتحرير التجارة بصورة كبيرة، وأيضا محاولة الإنجاز في الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية. إنه بلا شك من خلال هذا التقرير أن رائد منطقة القارة الأفريقية سوف يعتمد بصورة كبيرة على إدماج السيدات والمشروعات الأفريقية وتسهيل التجارة بصورة كبيرة. السيدات والسادة، الأمور الخاصة حاليا الخاصة خاصة بحجب كل ما هو أمور، وأريد أيضا أننا سوف أتحدث على الأمور الخاصة بالبنية التحتية.
في الصوت. وبالنسبة لرواد الأعمال ونحاول جاهدين أن نكافح الإرهاب، ونحاول أيضا تحسين البروتوكول الخاص بالتجارة والتبادل التجاري، وأن نحاول أن نجاهد كل العقبات. وبخصوص هذا بصدد هذا الأمر، أنني أحاول جاهدا أتعاون مع المجتمعات الاقتصادية وتحسين المناطق الخاصة بالتجارة، ونحاول جاهدين أن نخرج من هذا الأمر المتضارب، ونحاول تعزيز التجارة، ونحاول تحسين التجارة بصورة حرة. الاتحاد الأفريقي والمفوضية الإقليمية إنها ملتزمة حاليا بالتبادل، وإنها تدخل بصورة كبيرة بعد مراجعة البروتوكول، وذلك من أجل تحسين الصورة وتعطيها شفافية كبيرة بصورة فعلية وبصورة واضحة. وبالنسبة لما بينها بخصوص تفعيل المشروعات، سوف تسمح لها بأن تقوم بالعمل بصورة كبيرة وبصورة تصاعدية. وبالنسبة للتفعيل والتبادل، سوف يصبح كبير جدا في القارة الأفريقية، وهذا عن طريق تحسين تفعيل الاقتصاديات ومحاولات تقليل المخاوف الموجودة على الصورة القارية. وفي هذا الإطار نحن نهنئ أنفسنا بما حققناه، وذلك واضح من خلال الحركات التي قمنا بتفعيلها في القارة الأفريقية، وذلك بالآليات المحلية وأيضا في خصوص المفاوضات الأفريقية. وأول مثال يختصر فيما يخص أثيوبيا والأمور الخاصة بالدولة الأثيوبية، وذلك من خلال إدماج ورقة عمل مشتركة فيما يخص السودان. رقم 2 في التعاون المشترك بين السيداو فيما يخص المجال البحري، وفيما يخص القرارات الخاصة في البحيرات الكبرى، وذلك على مستوى الاتحاد الأفريقي، وذلك في منطقة رواندا، وذلك في الشهر الماضي. إن المؤتمر الخاص بالبحيرات الأفريقية إنه كان مؤتمر هام، وأيضا تعزيز البنية التحتية في إطار محاربة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. والرابع في البنية التحتية والمنصة الخاصة للبلاد الأعضاء في الاتحاد الأفريقي فيما يخص إدارة الأزمات في القارة، وذلك من أجل تحديد هذه الشراكة لكي لا يكون لها صورة طبيعية، وذلك من أجل العمل بالاتحاد الأفريقي. ونحاول أن نعمل جاهدين جميع الدول الأفريقية أن تقوم بأحسن أداء، ولقد تم منحها العديد من الامتيازات الشهر الماضي في كيغالي برواندا، ولقد رأينا جميع الأمور الخاصة بالتقارير السابقة وقد أخذناها بعين الاعتبار، والصورة النهائية سوف تكون سرية، وسوف نقوم بإسرائها في شهر أكتوبر القادم، وذلك من خلال المجلس التنفيذي، وذلك من أجل تعزيز التعاون والتنسيق، وذلك من أجل تحسين الصورة المالية على مستوى القارة، وتحسين العمل في مجال البحث ومجال المجتمع المدني،
ومجال التعاون بالمجال الخاص، بالإضافة إلى الاندماج في المجال الأفريقي لا يمكن أن تقوم إلا عن طريق التعاون الاقتصادي والجيوسياسي على المستوى العالمي. وأيضا أننا نلاحظ التغيرات المناخية والتغيرات الاقتصادية التي تقوم بعمل عائق أمام أفريقيا، وأمام كل هذا أفريقيا يجب أن تحاول جاهدة أن تأخذ موقفا تجاه الأزمة، الاحتباس الحراري والتهجير وأيام الهجرة، وأيضا من أجل حل النزاعات. وفيما يخص الاحتباس الحراري أننا نحاول جاهدين، وذلك عن طريق السيد الرئيس ويليام روتو، حيث أنه رئيس الدول الأفريقية في مجال الاحتباس الحراري، أنه سوف يحدد النقاط الأساسية التي تم طرحها في مؤتمر المناخ بمصر COP27، وذلك من أجل تحديد المؤتمر المناخي COP28، وهو أمر هام بالنسبة لنا. نحن هنا حاولنا جاهدين أن نقوم بعمل عن طريق رئيس دولة كونغو ورئيس دولة ليبيا، وأيضا من خلال التعاون مع المجلس الرئاسي الليبي الذي أشكره وأشكر حضور السيد محمد المنفي الموجود بيننا اليوم. وكما قلت نحن حاولنا أن نقوم بعمل إدماج بين جميع أوراق خريطة الطرق التي قمنا بها، وذلك من أجل تحسين الإنسانية وتحسين الوضع الإنساني في السودان، وذلك من خلال وضع حكومة مدنية انتقالية لدعم المجال الإنساني والاقتصادي والأمني وتحسين الوضع الأمني في أقصى وقت. إنه من خلال 3 أيام الماضية حاولنا بناء على مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اشتركت بها، وهي تفعيل دور أفريقيا من أجل مساندة السودان، إنه لأمر هام أننا نقوم بعمل دمج عالي وعمل موائمة مع المجتمع المدني لكي نحاول أن نفعل دور القارة الأفريقية الرائدة، وأيضا نحاول أن تحسين الوضع في منطقة الساحل. وفي منطقة الساحل يوجد بها العديد من المخاوف، والآن هذه المنطقة بها العديد من التقلبات، وذلك وهي بها مرحلة انتقالية، ونقوم الآن نحاول بتحسين الوضع في منطقة الساحل وتحسين الأوضاع بهذه المنطقة، ونحاول تحسين وضع الشعب. وفيما يخص أفريقيا وفي الصومال، بالرغم من الجهود المبذولة للسيد الرئيس حسن شيخ محمد وبمساندة أتنيس، لكن المساندة ما زالت غير كافية. إن المشاكل الاقتصادية في أفريقيا هي أهم شيء خاص بنا في جدول أعمالنا. إنه أمر الهام أننا نشير لكل المبادرات التي قام بها البنك الأفريقي الذي قام بها أخونا السيد أديسينا، وذلك من أجل اندماج في المستوى الإقليمي. إنه أمر هام هنا. أفريقيا لا يمكن أن تقوم بعملها من خلال الاعتراف بكل ما تم عمله من أجل القارة الأفريقية. إننا نحاول جاهزين أن نحسن الوضع الاقتصادي وذلك على المستوى العالمي أيضا. وأننا نرى أيضا نحاول أن نحسن ونفتح العديد من الآفاق في الاتحاد الأفريقي، ونحاول أيضا أن نقوم بالحوكمة الاقتصادية، وأنه لطريق طويل أمامنا في هذا الصدد.
ولكن كل هذه الأمور سوف تجعلنا أكثر تحديدا وأكثر صمودا من أجل تحقيق العدالة للقارة الأفريقية. وأنا أريد أن أقول وأن أتمنى أن كل هذه المبادرات سوف تحمل لنا العديد من الأمور الهامة لكي نقوم بتحسين وضعنا، وأشكركم جزيلاً.